السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في تكملة سلسلتنا أخيرا بنرلورد 18 بعد ما أخذنا فرة سريعة على لعبة الرعب ماديسون ونزلنا عنها حلقة. إذا ما شفتها يا ريت أنك تشوفها، وإذا عجبتكم بإذن الله راح ننزل الحلقة الثانية منها. أما بالنسبة لبنرلورد يا شباب، مثل ما تشوفون نزل تحديث اليوم تاريخ 22/7/22 للإصدار الأخير 1.8 البيتا، يحتوي على الكثير من الإصلاحات ما راح أتطرق لها واحد واحد. ممكن أنكم تأخذون أو توقفون الفيديو وتشوفون وش تغير فيها، ولكن الشيء اللي يغبن صراحة ان المودات هذه عايت تشتغل معي. طبعا شغلتهم على واحد واحد عشان اكتشف الخلل من مين، وطلع الخلل من الجميل هذا اللي هو البتر ليب. الله العالم انه هو كان السبب بعد في اخفاء الاسلحة اللي استخدمها او المعدات اللي احطها اثناء الحصار لو تذكرون في الحلقة 17. فشكرا على دعمكم وكومنتاتكم والاخطاء اللي راح اتطرق لها بعد شوي اللي كنت اسويها. اما بخصوص المودات، الشيء الوحيد اللي ما يعتمد على المودات هذه او البتر ليب باختصار اللي هو المودات تبع الاعلام، رفع الاعلام والنيران في الأسهم ورفع الكاميرا أثناء المعركة أو الحرب، يمدينا نشوفهم من منظور ثالث أو منظور سماوي كذا، مدري وش اسمه، حلوة سماوي هذه. جاني هذا التنبيه يقول لي إن كانت في مودات شغالة كثير، متأكد تبي تخلى عنهم؟ يس للأسف. طيب وقفنا هنا في الحلقة الماضية. طبعا أنا حاليا ما لعبت أي شيء بسبب مشكلة التكييف وشوية مشاكل صحية، ولكن طبعا راح اسوي لكم سكبات قدر الامكان. الخطأ الاول ان هذه القلعة، والله يا شباب اني ما شفتها رغم انها ظهرت في المقطع عندكم، كنت جالس افرفر كذا نسيتها رغم انها كانت هدفي لو تذكرون من بداية الحلقة هذيك حلقة 17. وهذا الكلان الغريب انه مش معاي، كلان غورتوغ هذا، خلنا بنحاول نكلمه. وين السند مسج؟ وين السند مسج؟ شوفوا فائدة المودات يا الربع، والله يا أني بعاني في هذه الحلقة. لا سين أز ماركبوت، تخيلوا الحين نجلس اللاحقة وندور الماركبوت هذه. أوكي موجود هنا جالس يحرق، فخلنا نوجه له لعلنا نلقاه. أنا حاليا هنا بفرقع الجيش اللي معي، إعلان حرب. يلا بداية خير، يلا بداية خير. مين المعلن الحرب؟ فالنديان، الفالنديان، الفالنديان. هنا تكمن الصعوبة، إنه بيكون في حرب من اتجاهين غالبا. الفالنديان لهم مدينة، اوف احسب انه بس لهم مدينة هنا، طلعوا شايلين الدنيا هنا كلها. غالبا بيهجمون على هذه بديهيا او هذه، والله ما اعرف الحين اروح احتل هذه الاخيرة ولا انه خلاص نشوف حربنا ضد شو اسمه فالنديان. هم اللي بدوها وحنا ننهيها. يا الهي اسحب اسحب الهياط اسحب. ما ادري هذه ثلاثة اضعاف قوتنا، نحن نستطيع يا شباب صح؟ نحن نستطيع ولا ما نستطيع؟ لو اطلب الهدنه منهم 17500، تخيلوا يعني اعلن انفلاسي باختصار بشكل جدا سريع. راح ادفعها في حال اذا تم اعلان الحرب من طرفين، يعني مثلا العرب، وخل العرب اتوقع الساوث، الساوث اذا اعلنوا مع الفالنديان علي هنا بتكون معاناه شديده. بعدين شوف جيشي مستنزف اقسم بالله، باقي 9 و7 جنود مع هذا. خلنا فرقعهم عشان يجيبون جنود، سوي ديسباند ارمي. الغلطة الثانية اني اعطي مدن مو بس قلاع. وصلني هذا الكومنت للكلانات اللي معاي، فانا حاليا عندي الكلان هذا وهذا وهذا، علاقاتي معاهم -23 وهذا الكلان -20 وهذا الكلان -82. فليتها انا، شوف القلاع كلها عندي معطي كل واحد قلعة بس، هذا معاه قلعتين. راح نضبط العلاقات مع هذا اورميد. خل نلقي نظرة يا شباب نلعبها صح، كذا كذا هذه المدن معرضة للخطر صح؟ يعني مثلا ريفل وأمور هذه مدينتين، وفيه قلعة هذه استوكول، استوكول والمدينتين هذه راح نمسكها هذا الكلان. دخلي قبل لا أعطي أي أحد 7900، خلنا نقول 8000، نروح عند الأراضي، هذه أمور، ما أدري ليش ما في جفت هنا، ظاهر إني دخلت في مكان غلط، أيوه. تجي للكينجدم بعدين تختار، اتوقع هذه استوكول كاسل فيها بروسبرتي طيب والله. خلنا ايش رايكم نتعامل باقل النسمات يعني او العدد السكاني الموجود. اوكي استوكول تعتبر في الوسط مثل ما تشوفون، لا هي بالهذا، لكن موقعها السيء فنعطيها الاورم هذا له. نشوف علاقتنا كم راح تزيد. 19 زود لي 19، لكن ما زلنا -63. نمسكهم ريفل، ريفل جنبها برضو، اوكي زادت ب40 ولكن ما زلنا -20. فانا اخر شيء ودي يصير انهم ينقلبون ضدي، لان خلاص واضح ان الدنيا الحين معفوسه. طيب امور، اين تقع امور؟ اوف امور ثالث افضل دخل تقريبا منها. لا بغير رايي في الموضوع هذا، تدخلنا 1500 مثل ما تشوفون، تيار دخل 667. المشكله هنا ما ادري كيف القائمه مش واضحه بالكامل حتى هنا. اتمنى لو فيه طريقه مديني اشوف التفاصيل هذه كامله ولكن بدون اي القصه. طيب خلنا بامشي بترتيب القلاع الاسوأ
من ناحية تعداد سكاني، وغالبا هذا مرتبط بالمبلغ اللي يجيني منهم، فنسوي لها جفت، كل ما نقص تعداد سكاني كل ما بيكون دخل هذا الكسل أقل. أوكي وصلنا سالب 4، أتوقع كذا كفاية. سالب 4 هذه راح تتعدل شوي شوي في المعارك. غير كذا الله يسامح اللي كتب لي أحرق المدن أو القرى، عشان اللي ماسك هذه القرى أو المدينة اللي تابعت لها هذه القرى راح ينضم لك. هذه المعلومة خطأ، بالعكس إلا تدمر علاقتك مع الشعب أو النبلاء اللي معك ويتركونك. والحين أنا جالس أرجع الخطأ هذا اللي سويته، فهريت اللي مش متأكد من المعلومة إنه ما يحط المعلومة عشان لا ينكبنا في السلسلة. طيب نيجي للأسوأ، عندي الكاميل كاسل، نعطيها الإسر خلاص، هذا الأرم كفاية. يسار وفينك أوكي سالب 1 كذا كفاية. باقي خوينا إربان، نعطيه قلعة واحدة بعد اللي هي، خلنا ننزل تحت هنا، هل فيه هذا القلعة أعطيتهم إياها جنبه دوكو، لازم نروح لها بعد شوي. أوكي أكيسر كسل، موقعها سيء نوعا ما، يعني إذا حد بيهجم علي من هذا غالبا إنه بيتوجه لي. ياريت القلعة هذه معي وكان أعطيها واحد منهم. أوكي الأكيسر هي الأقل أساسا، فنعطيها قوم إربان، علاقتي سالب 4 معها، ان شاء الله انا ما احد راح يسحب علي الحين. طيب نكمل، انا قلت باجي هنا عشان اكلم اخوينا اللي هو الكلان الاخير في ستورجيا، او ممكن يعلن الهدنه معاهم، وغالبا انهم راح يدفعون لي مبلغ، ايه راح يدفع لي 600 حلوه يا شباب، ولا وش رايكم؟ وهو كذا كذا ما راح يقدر اتس تايم تو ميك بيس، اقول له اوكي علاقتي تزيد معاهم، او كلهم مؤيدين اصلا لهذا الراي، فحلوين كذا نتصفى الحمر، رغم ان الامانة ما ودي احاربهم. عندنا خيارات ثانية، النورث، عندنا الخوزيت ما تبقى منهم، ما ادري القريتش هذاك حلوه، يبي لي اروح اجرب. عندنا الوست باقي لهم يمكن مدينة واحدة، البتانيين يمدينا نصفيهم، الساوث ما شاء الله الساوث والاسيراي، والحمر تقريبا الحمر اقوى شيء حاليا، والله ما ادري وش اقول. طيب خلنا ناخذ نظرة ثانية، في حد محارب خضر اللي هو الساوث، الساوث مشغولين مع البتانيين، الحمران الظاهر انهم متصفين لي ما شاء الله، يحاربون ستورجيا بعد والوست، فهذا دليل انهم بياخذون بعد القلعة هذه. مود الدبلوماسية كان يسمح لي اني اتحالف مع العرب واصير نصير ننظف المناطق هذه انا وياهم، هذا الشيء اللي كنت اتمناه، لكن صراحة انصدمت ان المودات ما تشتغل هذه الحلقة، فكل شيء تغير. ايش الميناء هذا؟ اول مرة الاحظه، ما ادري جديد ولا من اول. Your party is above. اوكي الكومبانيان عندي بزيادة بسبب المعارك اللي خضتها، وكل ساعة هسوي لي كومبانيان جديد. حاليا الكومبانيان عندي 19 من 8، يعني كم 11-1 زيادة. طيب خلنا نطير اللي ما له داعي، هذا طورته على اساس انه يكون تاجر، فبحطه تاجر، افتح قافلة فيه لان الرايدنج عنده كويس، والسكاوتينج والتريد. وهان راح اطيره او اخليه جوفرنر. شمسان من ضمن القوافل برضه. رادان الله يرحم الدرينج والله الفايت عنده 200، واو انا اشهد انه رادان، عاد ايش بالبولارم؟ لا رادان كان معه سيفين سيوف كويسة انت التاكتك، لا مرة قوي رادان والله، خلاص من اسمه واضح انه ايش بحتفظ به. اران برضه ما شاء الله الرايدنج ممتاز، فبيكون قافلة بعد. هذا الكومبانيان يا شباب اسمه The Silent، بس جيت أكلمه مرة وسويت له إعادة تسمية وحذفت اسمه أنا بالغلط، فلا تستغربون كذا إذا شفتوا فراغ بعدين بارتي وجايب جيش معاه، فهذا هو The Silent. أما بالنسبة اللي قالوا لي خصص سيرجين، والله يا شباب أني كل ما أخصص ما أدري ليش يطير، مدك 1 مدك 2، شمسان في المدك كويس غريبة، أنا متأكد أنه معي واحد متخصص في المدك، بس أني الظاهر خليته يمسك بارتي الحالة. ايه تاليا بنسحبها، وهذا برضه مدك 79. staying at سنالة، وش تسوي يا ابن الحلال في سنالة؟ خلينا نسوي لها ريكول، وهذه staying at، هذا اتوقع بعد ما يصيدونهم الجيش ويكونون اسرى يصير staying في المكان الفلاني، فلازم انك تجلس تستدعيهم، ما يرجع يسوي بارتي زي ما كان قبل ما يأسرونه. من الجميل هذا اباقي staying at، تعال او تعالي، هذا جوفرنر اللي هو اخوه خالد هولدينج، نجان شفناه جنب ادوك. طيب هذه ترتيبات سريعه يا شباب، والله مش سريعه تاخرت انا فيها، بس برضه يعني ما اظهر هلا كل 5 حلقات عشان تكونوا معي بالصوره، والترتيبات اللي اسويها ممكن اخطي فيها فتجيني ملاحظات حلوه. ادوك يا شباب مثل ما تشوفونها بعيده كل البعد، فراح اسحب عليها. خلينا نكلم تاجر هنا مثلا باورفل، هذا فله كلمه في المجتمع. توك الله يرحم والدك، له كلمة في المجتمع. طيب أريد كرفانة يا طول العمر with better troop 15,000 شيل، أريد أحط شمسان فيه، توكل يا شمسان. برضه عندنا
كرفان ثاني جيل 15000. عندنا أران وتو فولكز، لا هذا لا ما أدري ليش ما ظهر لي الأسماء اللي أريدهم اللي مسجلهم عندي. خلاص نكتفي بهذا الواحد. أما الكلان إيه والله نص الخمسة مو نص، ولو وصلنا ستة برضو بيجينا ليمت للكمبانيون. وأهم شيء البارتي سايز أو الجيوش بقدر أزيد 15 جندي، والوركشوب اللي هو المحل بيزيد عندنا واحد. هذا لنعطيها الهمال ولا همل، وهذه ألبان لأنها من الخوزيتيين، وهذا لجنود خوزيتيين برضو. تيال أمورها طيبة، من ولاء فيها سيء. هذه 44، هذه 20، هذا واهان مثل ما تشوفون فاستر بيلدينج 22، وهذا نو افكت. خلنا واهان يعني بيزيد اللويالتي بسبب جنسيته من خوزيت، وبسبب الانجينير راح يكون البناء في المنطقة هذيك سريع. طيب كذا الأمور إن شاء الله سليمة. أوتكاست راح أخليه، وهذا لا كويسين، واحد حداد واحد هذا. على طار الحدادة خلنا نستغلها، وصلت إلى 2.8 في الحدادة يا مطول هذا، بس حروب كثير خضناها، فعندي أسلحة الليل فممكن أجلس أفكك هذا الأسلحة وأستفيد خبرة، أو ممكن أخلي الحلوين هذا اللي معي يفككون، وأنا أروح أسوي ريفاين. يبي لي أشتري هاردوود، خلنا نشوف شيء يعطينا هاردوود. والله ممتاز هذا الودن هامر، يعطيك 3 خشب 1 كرود آيرون، جدا ممتاز. خلنا نشوف الأوردرات اللي موجودة، ما في أوردرات تسوى، بعض الأحيان جيني ب 3000 و 4000 فتستفيد منها، غير كذا المتطلبات 99 وأنا لسه بس بنحاول. طيب هذا أتوقع ما يحتاج أعدل فيه له أي شيء، مثل ما تشوفون زايدا أخضر هنا وهنا، نقول بسم الله. أوكي ساتيسفايد، أعطاني 800. اللي بعده برضه ما أتوقع يحتاج إني أغير أي شيء، هذا السلاح اللي يريده وبرضه ساتيسفايد. وفي اللوكت قطع عشان بعدين لو جيت اسوي، ما شاء الله قطع كثير مفكت عندي. السيوف يا شباب مثل ما تشوفون عندي شغلات كثير مفكت، ممكن نجرب هذا. عطنا تير 3 في شيء، لا تير 2 عندي، خلنا نستخدم اخر واحد. وهذا ايش اللوكت عندي تير 2، خله كذا زايد شيء بسيط. لو تلاحظ الارقام يبيلك بس توزنها صح، بعض الاحيان الطول بزياده ياثر سلبا فيبيلك توزنها، تشوف البارات هذه يوم تزيد وتنقص تحاول توزنها صح او تلاحظ الارقام. وهنا اخر شغله نحط لها اخر شيء اللي هو هذا، نشوف هذا كم بيجيب لنا. نسوي فورج، سوينج سبيد فيه ما ضبطه او هو ما ضبطه، خلينا نزيد شويه. شوف طلع 3 ارقام حمراء، ونزيد اخر شيء وبرضه هنا 4 ارقام حمراء تقريبا. شوف ب 1000 1200 1250 هذا اللينث 84 وهذا 79 وهذا 80، فكل ما طال هذا افضل صراحه. وهذا 3000 حلوه، ونقول بسم الله توكلنا على الله. نشوف ايش الاوضاع معانا. شيل يا مدير هذا، لا ليفل 1 ما ودي اخذ ليفل 1. عندي سجناء راح نستغلهم، عندنا شيل 350 يعني يبي لي اجند 50 زياده. مشكله هنا حمران وهنا حمران، يا شيخ كلهم ليفل 1 ركروت بسبب ان علاقتي سيئة حاليا مع الشعب هذا. له المدينة هذه كم فيها دفاعات؟ انكد اعلن الحرب، شيء مو مستغرب صح؟ والله شيء مو مستغرب، يريد 10000. الله الله انكد كذا تزعلني والله، هذا ب 10000 وهذا ب 17000. طيب خلوا المصابين بس حقي يعني يتعافون، مستعجلين والله مستعجلين. ودوكو يعني هذا الدليل انها شلوها خلاص رجعوها العرب. والله اشتقت لسنالة يا اخي. انا دخلي كم؟ دخلي 4000، اعطيهم 10000 يصير دخلي سالب 6000، ولا اني اجلس اتمرمط من جهتين. انا توني قبل شيء قلت مجرد ما يعلن حرب اوكي على بال العرب يقولون نو، طلعوا ربعي ما يبون، ما يبغون. الله انكم وحوش، والله انكم ذيابه، خربت ام الطناخه اللي فيكم. طيب حرب من جهتين، بعدين العرب يا اخي ابغاهم في النهايه مثل ما قلت في بدايه السلسله، هذه الطناخه اللي بتشتتنا. شوف علاقتي بتنقص معهم اذا قلت نو، اي اذا قلت يس، مع اني دفعت 50 على فكره بس عشان الاقتراح هذا، ولو ضغط يس بدفع 290 اللي هي اساسا ما عندي، فنو وطناخه وزياده علاقات. شيل يا مدير، نشوف وين بنوصل. تذكروا يا شباب إذا ختمت السلسلة هنا منجلد، هذه الخطوة هي السبب، الهياط في هذه المرحلة هو السبب. الله المستعان. أبغى أجند بس أبغى كان يعطوني بريك أنزل تحت هنا أجيب لي شوية بتانين. خلنا المشكلة ما يمدينا أسحب أي واحد، جنودهم سيئين
خلنا نشوف لو وجهت باتجاه اليسار نشوف الهجمات، نشوف الهجمات اللي بتبدأ. اوكي جوين يور بارتي، الميدك وصل للبارتي. تعالي الميديسن عندها 85، تعالي خذ الميديسن. فالحين بتعالجون الجرحى اسرع. ستيوارد عندي 227، فافضل ان يكون انا قائد البارتي. بالنسبة للسكاوت عندي 80، هذا 165. طيب امسك يا ذا بومان، 165 سكاوت بيفيدني. اما الانجينير انا مش مخصص انجينير، يعني انا كنت اللي ابني المعدات عشان كذا تاخذ وقت. رادان كويس، عنده 78 في الانجينير، بنستدعيه. بالقتال عنده كويس فبيفيدنا من ناحيتين. شوف السكاوت صاير يصيد الابعد. هلا 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 فيلجرز، لا فيلجرز لا. دخلنا الاراضي البتانيه، الله يخرب بيت الركروت يا اخي. علاقاتي معهم كويسه، وش السالفه؟ خلينا بناخذ نصهم بس يمكن انحشر. هذا مين هذا؟ الانديان بارتي. ليت يمديني اصيدك، بس سرعتي كم؟ 4.1 هو 4.8 ما يمدي. وفي جيش هنا باتجاهي، شوف المسخره. علاقاتي صفر معاهم وما يمديني اخذ ولا جندي. تعالوا لو شوف هذا اللي بيروحون الحين بياذوني هناك. الله العظيم غش. وين السهامين؟ وين الواحد بس؟ يور سيتلمنت، ايوه امور بدا ياخذونها وانا جالس اجند في الجنود هنا. وين امور هذا اللي هنا؟ هذا الحمر اللي شفتهم قبل شوي. امور شلون ما اعطيتها احد انا عشان ازيد علاقتي معه؟ يمدينا الحين نسويها الحركه هذه، نسوي لها جفت مثلا اربان. والله 39 زادت علاقتي معه الى 35. حلو، انتظر المدينه اللي بياخذونها كذا ما في مجال اني اخذها، اعطيه اياها عشان يروح يدافع عنها. ايوه هنا حصلنا. هذا لسه ما اعطيناها هدنه مع العرب والحين سالب 1400. خلينا نفك الليمتد هذا اللي بيحل المشكله. العرب بدوا ياخذون ايرزونر كاسل. يا اخوان اسمعوا الكلام. اوكي الحين بندفع 9000، كانت 10000، فكل ما تنقص سبورت 37% لازم انه يرتفع، لازم ننتظره يرتفع عشان لا كل شوي اخسر 50. انهم ايديني في هذا القرار، خلهم ينجلدون شوي وبيأيدوني بعد شوي. 124 برزنار عندي فبيفيدوني، اول ما يموت واحد اجيب من البرزنار. اخ ترتيب ال والله انا ادور حق المود ترتيب البارتي. جيشي كويس، والله جيشي كويس، فحرام اني امكسه بالفلنتير هذا حق البتانيين الضعاف. بس وش نسوي؟ خلينا الحين نبدا نجلد فيهم. طيب ايش اقرب مدينه؟ هذه كم دفاعات فيها؟ لازم نقرب، لازم اني ايش نفس الخطه اني ابدا امسكهم حبه حبه. سكاوتنج يزيد بشكل غريب، وهذا قريته احد المشاكل اللي حلوها لو لاحظتوا، مع انها ما انحلت صراحة. تعالوا يمدينا نجند منهم بشكل غريب، يمدي تجمعوا وتعالوا. واو كم تجمعوا؟ كم دفاعات هنا؟ 300. تعال يا قلبي، 130 180. انا ليش جالس احسب؟ لو ضغط كذا بيطلع لي الحسبة. 333 ضد 346، اول معركة في هذه الحرب. هذول كلهم ضدي انا الحالي، ما في اي احد معي من البارتيات الثانية. يا طدول، وفي الثلج، يا سلام سلم. هذا الحلقة يا شباب برعاية مين؟ كيت كات. لازم قبل معركة الحامية هذه والحر الجميل اللي أنا فيه، جايبها هذه من الفريزر وعصاير مثلجة عشان نخفف شوية ايش؟ من الطحن اللي أنا فيه له في الغرفة. والله يا شباب المعاناة هذه أنا أقول لكم إياها مو عشان ترثون لي ولا شيء، بس لأن الناس اللي تتابع هذه السلسلة أنا أعرف أنها مقدرة القناة، وأقل شيء أوافيكم بكل شيء يصير معي، فالموضوع اهتمام متبادل. اوه الحين الكاميرا صاير يمديني اشوف جيشهم، والله قبل ما كان يمدي. حلو 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 حلو، هنا الارشرز تبعهم. خيالتنا لازم يجلدون هذا المكان. اوف 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 اوف، لا واضح ان انجلدنا يا شباب. والله واضح ان انجلدنا. خيالتهم مرة 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 كثير. شيلد وول قوي هنا. لازم شيلد وول قوي جدا. والاسهم نزبنهم ونقول بسم الله. والله مره كثير. اوه خيالتهم بهذاك الاتجاه يا حلوين. الله اكبر، هذا ليش نسوي فيهم هذا؟ Give him hell!
وين مود التقطيع؟ وين مود التقطيع؟ اختلفت الميزانية كلها. فولومي يا رجال فولومي. تركيز المعركة والله يبالها. خلصت رسم سيف أرواب تدرم أدرم الخوان. كنا قتلناهم يا شباب، خمسة باقي بس من هذا. انتو مو شاردين يا كلاب؟ وين الكثرو يا اخي؟ وين الكثرو يا اخي؟ هزمناهم هزيمة، رغم انه والله الخيال عندهم كانوا مرة كثير. فيان شامبي النباه، فيان شامبي. اوف ما انتبهت لطاقتي. احسن عشان نسرع الموضوع. 57 راحوا، 50 ريناو، 50 انفلونس. يا سلام، اتوقع اكثر او اكبر رقم جبته للحين. حلوين. الحين نرجع يا شباب نشوف كلانات فالنديا، اقوى الكلانات عندهم مين. نروح للكلان، نختار فالنديا ونختار السترينث 1800 دير كورتين. اوكي، الورده هذه اللي تحتها الوردتين كلهم يبدون بدي، هذا نفس العربي يوم يقول لك بنو وما ادري ايش، هذا لدي كورتين. اوكي هذا واضح، مفتاحين وردتين وفورتست سيفين. والله بيني وبينكم كلهم اقوياء، يعني انا اي واحد يجيني بقول له توكل على الله. يا اخي وين سند مسج؟ اقسم بالله يا شباب الحلقه هذه معاناه من غير المود، بتكون معاناه حرفيا. يو هاف فايت ويل، يو ار فري تو جو. وملجند، يو ار فري. علاقتي صفر، يو ار فري. مروكن، حلو. رادان وصل، نمسك الانجينير. شوف جيش يتكون من 150 اسهم او 152، هذا توزيعه قدامكم. رمات الاسهم يبي لي ازيدهم، خياله. اخيرا البيس 100% الحين سبورت. دقيقة خلنا نشوف شلوا شيء العرب. جالسين ما زالوا يقلعون هنا. وهاكون كاسل اتوقع اخذوها الحين، كانت تبعي ما خاب ظني. وبس هذا اللي عندها الجلتش، اتوقع انه حلوا المشكلة. هذه من اكثر المشاكل اللي كانت موجودة، فان شاء الله انهم حلوها. مجرد ما اوصل هناك بجرب. شوف هذا البارتيات اللي افرج عنهم، المشكلة انه يروح يتجند وينشبلي بعدين، عرفت؟ ما في شيء اسمه علاقتي كويسة معه. بما انه قدامي خلنا بنكلمه، لعله قائد علاقتي سالف ثمانية. وات؟ هذا ما فرشت عنه هذا. ها هجلد عينه. هو قائد الكلان ومعاهم بريفنت ودراب. وش رايك بام هبي؟ عساها قريبة بس ما هي لا والله بعيدة مرة. خلاص انسى الموضوع. ها سرندر ورداية وسخ. اخذها بريزنر. هذه افكر فيها، 330 مدافع، خل 75 مصاب عندي بس يتعالجون شويه، ما يمدي. طيب البارتيات هنا ازينا وجير اوت كاست، وهنا اروى. تعال صح نسيتهم. خلاص يا حلوين يلا ندفع 8000 الحين، دخل 3000. والله ودي يكونون تحالف. شوف ال 14000 صار 13000 الحين. شوف الحين كلهم يس اتس تايم تو ميك بيس. الحين يا وسخين، ها الحين يلا تفضلوا لي الفلنديين، ابغى امسحهم مسح من الخريطه. مستقوين شايفين انفسهم. حنا لا بدينا نبدا بالقوي قبل الضعيف. حلو، عندنا تطور جميل في البو، نقدر نزوم 50% زياده، والرينج 10% بيزيد. الظاهر نفس السكاوت هذا، حلو بيفيدنا كثير. السميثنج
السميثنج ضروري جدا اطوره، انا مفروض من زمان اطوره والله، عشان كذا تطويري فيه جدا بطيء. الحين الحداده بتشتغل صح. وايش صار على ربعي؟ لسه ما جمعوا 50 رجال. يا ريت في خيار اقول لهم تركيزكم الحين يسوون ريكروت. يا هلا بك ومرحبا بك يا التار بارتي. هو انجيجين كرفان. اوف يخرب بيتك يا وسخ، يهجم على الكرفان حقي. كفو كرفان التفت له. كان مفروض اخليه يصيده قليل حياة. حق مين الكرفان هذا؟ تيل ذا كربنتر النجار. امور خذوها. انا خوفي الحين ما يوجهون لهذه، يوجهون هنا. قبل لا اهجم خلنا نشوف تحركاتهم وين. في نفس الوقت ما ودي ابعد من جيوشي. زينة 20 رجال بس. زينة زوجة اخوه الظاهر. خلنا اعطيها شوية روبز بحيث اقدر ادخلها البارتي حقي. ايوه الحين يمدينا. حلو ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله. 624 واحد. قله قله عندي 53 مصاب. وين الحلوين؟ اروى هنا النوجان. نوجان ايش اريد اشوف فيه؟ نوجان ماسك لي كرفان. البقية هذا كلهم ابغى اعرف مراكزهم وين. غير اوتكاست ما في احد ولا يمدينا استدعي ولا واحد. هذه التفرقة اللي بتضيعنا والله العظيم. يبون القلعة هذه اكيد. خلنا بنشوف هذا اللي اعطيته اياه يدافع عنها. اوه موجودين هنا الحلوين بسبب ان جيوشهم اقل من. خلنا نشوف اوتكاست كم. 44 ممكن يوصلون 44 بعدين يمدينا نشوفهم. فافن ما اقدر اعطيه جنود. قبل كان يمديني والله اعطيه جنود بعدين اسحبه للبارتي او الارمي حقي. وين هذا؟ اوكي ياخذون الكسل هذا. وهان لوست ما ادري وين راح. فيها 400 مدافع هذه يمدينا عليها. بس والله يا شباب الحمر مش نفس ستورجيا. الحمر حرفيا اقوى تقريبا مملكة بوجهة نظري، لانه الدروع اللي معهم شيء مش طبيعي والله العظيم. انا اتمنى بس اقدر اجمع جيش. نورغن اوتكاست. من هذا؟ خوزيت ريبلز يعلنون علي. من هذا الاخوزيت؟ لا يكونون اهل جلتش هذا اخر. لا تكفى هدنة تكفى. الله يخرب بيت ابو جدك. اوه الحين يبون يتوسعون. هذا المصيبة انهم بيتوسعون. جمعوا لهم شوية هذا الكلاب يوم تعطيهم فرصة. الله يكرمكم. انا لازم ارجع بسرعة هنا اخلص منهم. اوف سالب 100. اوف كانت علاقتي معهم كويسة. في احد انقلب علي الظاهر. ريبلز ان سيبر. وين سيبر هذه؟ خذوا ال اوهو علينا. نجيها من وين ولا من وين؟ والله يا شباب نجيها من وين. شغل النغمة الحزينة في وقتها اقسم بالله. جمعوا رجال. وش تسوون هنا؟ بفهم انا وش تسوون واقفين؟ حنا في حروب. يو انا لو ما قدرت اتصيد للحمران وهم يعني متفرقين كذا كارثة. انا ربع قوتهم ومتفرق. هذه انتحاريين كذا. خذ لك اوتكاست لوست. يلا من اللي بعده؟ سنايبر لوست. خل نروح نتصيد شوية البال المرجال يجمعوا لهم جيش. ايوه في شوية حلوين هنا نفك لهم طعم. ادرك بارتي حياك الله. اوه اجتمعوا معه. حلو 282 واحنا 379 بس الوضع ليلة يا شباب. هجمت على اخوينا نهجم عليك. خلي النهار يجي بس. ما اجتمع معه. نفك الطعم. اصطاد الطعم. اي والله اصطاد الطعم. هالبزينة. معركة بسيطة جدا. اوف 46 ماتوا. احس تضبيط العلاقات ما هو بوقته والله. باخذهم شو اسمه. هذا مو بثومند بس ما هو بملكلانات اللي مركزين عليه. والله يا شباب ما دريت اصيدهم. اكتبوا لي في الكومنت يا شباب هل امسكهم واوديهم السجن في احد المدن حقي ولا اني افرج عنهم لعل وعسى يفيدوني في السيطره على الحمر ويجوني بقلعهم. فما ادري لان هذا الشيء صراحه ما فادني. ما جاني الا شخص واحد البقيه كلهم عنيدين. فخلنا بفكهم لعل وعسى الحلقه الجايه يكون مود دبلوماسيه موجود لان الحين معنا صعب اني اكلم كل واحد. 12800. نجلس ناكل فيهم شوي شوي كذا. جمعتوا جيش انتوا ولا راسك فيكم؟ تعالوا نروح نتفاهم مع الحلوين هذا. لا نرجع مدينتنا ونمحيهم قبل لا يجونهم الحمر. اوف 500 مدافع.
يا اخي ايش التمرد الاهبل هذا؟ متأكد حطيت جوفرنر عند الكل وتأكدت ان الولاء ممتاز في جميع المدن. يقتلون سي رايدر ما شاء الله. صده 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 الله يخرب بيته صده. حرام يموتون ثلاثة منه. هذا الوسخ ما يبي لها كلام. ناخذها بريزنر ونستفيد من جنوده. بس هذا يفيدنا بتطويرات خبرة الجنودي مثل هذه المعارك. قبل لا يتوسعون ودي اقضي عليهم صراحة. من هذا اللي يحرقون هنا؟ جماعة نازلين تحت وانا منتظرهم فوق شغالين والله عشان يضربوني اقتصاديا. ويجيك انكد يبا يحارب. الله يخرب بيتك يا انكد هو وقتك. اوه خالد، خالد وصل عمره 5. تعال يا خالد تعال، خفف على ابوك. وش عندك تتعلم؟ تيك تشارج، هذا يزيده في الليدرشيب. ليدرشيب كويس، بيكون حاكم غالبا. ثروينج الانجينير، لا الانجينير اموره طيبه. السيف ايش هذا؟ ايش المياعه هذه يا خالد؟ اطلب يا ولد، خله في الليدر. ولا ما احتاجه رايدنج. سكاوت سميثينج تاكتيك بيفيده برضه في الدفاعات اذا حد هجم على مدينته. وقول لامك تبدل لبس الاهبل هذا. نطقها حصار. هذا الوسخ طلع ابو 128، باقي 400 داخل. الا افتك من الحصار والله. طيب ايوه ظهرت العلامات، حلوا المشكله. لا والله ما حلوا المشكله، انا طفيت المودات صح. خل المهندس يشتغل، نسوي له موف. طيب فاللي فهمته ان بعد ما ينبنون كلهم احطهم على طول وانتظر ما اخش المعركه بحيث انه يدمر لي السور. والمهندس جالس يبني درج. حلو، كسرنا المنجنيق، كسرنا المنجنيق الثاني. حلوين. هذا واحد بس تدمر، جالسين يبنون بعد. حلو، كسر هذا. وين الوول بس السور؟ ايوه السور. شوف فالحين بندخل بنشوف السور كيف. طيب هذا السور يا شباب ما في اي اثر دمج فيه. اوتو ديبلوي، نقول بسم الله. والله قهر مدينتك متمردين شيء يغبن. هذا اللي يرمي عليك. حليلة بسرعة يا درج. بالله ارسلنا واحد من جنيف هنا. غريب انه ما في احد يرمي. اوه وينك الكثرو. واحد 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 يا شباب. هذا من الحاشين الحين. ثمانية وستين واحد عشان نرجع هالمدينة. كل ما يضعف شوف تير واحد تير واحد. ما ودي اضعف جنودي على الفاضي مجرد ارقام، بس وش نسوي؟ وبعد فيها الكشن تستهبل انت. الله يخرب بيت المود حق الدبلوماسية مش موجود. ايه فافن هو يريد بيس مع الفلنديان. كم ندفع لهم؟ تو ماني انيميز. البيس كم ندفع له؟ كم فلوس؟ 4300. والله مو كثير،
مقارنة بالعرب 8000 ومقارنة بال اوه الظاهر انهم داخلين حرب ضد احد غيري 10000 قوتهم مش معقول نزلتهم من 14000 اتوقع في حرب مع الساوث امباير لا والله هذه الفرصة الوحيدة اعطوني رايكم يا شباب نكمل حرب ضدهم نخربها مع الفلنديين ونستغل الساوث لان هذا الراسين الكبار فدامهم تصامخوا هذه فرصة لنا نروح نجلد في هذا ونجلد في هذا شوي مثل ما تشوفون العرب 10000 فلندين 10000 والساوث برضو 10000 في شغلة بس في خاطري الخوزيت هذا لا اللي معلن الحرب ضدهم وكل ما يزدادون قوة ودي اروح امسحهم من وجود غير كذا بما ان الوضع في سلام يمدينا نجند وكذا نفكك هذا خلهم يجندون your settlement under attack خوزيت ريبلز اي وين 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 بس خبرني وين اوكي هنا owner of cyber علينا علاقتي 35 و3 شيل يا وحش خلاص المدن بعيدة عن احلى شيء تكون حاكم غصبا عن الجميع كم كان 35 ما طاحت العلاقة وهذا 35 يا سلام طيب يا شباب حنا على مشارف المنطقة هذه اللي دائما كانت فيها كراشات وعلى امل ان هذا او هذه المشكلة تم حلها جالسين يحرقون المدينة هنا اخرب بيتكم The application face problem والله للأسف مع أنهم كاتبين بموقعهم أن الدعم الفني يعرف بهذه المشكلة وأنها مجرد مشكلة بسيطة ومدري إيش وبوكسات يعدلون أماكنها وكودينج وما كودينج بس شيء يقبل أن تستمر هذه المعاناة هذا نهاية حلقتنا يا شباب أتمنى أنكم استمتعتوا وأعطوني رأيكم نعلن الحرب ضد من وراح أسويها بإذن الله في الحلقات الجاية وبس نشوفكم على خير شكرا من تسمين القناة وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.